ضم إلي عبر سكايب الدكتور علي الهيل الكاتب والمحلل السياسي. ورحب بك دكتور علي. إذن هل يمكن الربط بين هذه التحركات وصول مقاتلات سعودية وأنباء عن وصول مقاتلات أيضا قطرية إلى قاعدة أنجرليك، هل يمكن يعني الربط بينها وبين الخطة باء التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي؟ بطبيعة الحال لا نستطيع أن نجيب أو نتصدى الإجابة عن هذا السؤال بمنع عن المتغيرات التي فرضها الشعب السوري لنكن محايدين. طبعا نحن نشهد اليوم في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، عندما أقول الشرق الأوسط تركيا وإسرائيل، العالم العربي العالم العربي والخليج العربي، نحن نشهد متغيرات كثيرة، نشهد لخبطة جيوستراتيجية وجيوسياسية بين العراق وسوريا وإلى حد ما الأردن، وفي بين اليمن والسعودية. هذه نقطة مهمة جدا للإجابة على هذا السؤال. طبعا الشأن السوري فرز تحالفات إقليمية كما فرز تحالفات دولية. طبعا السياسة قائمة على تقاطع المصالح، ومن مصلحة السعودية وتركيا أن يشكلا تحالفا كما شكلا في السابق تحالفا سياسيا واستراتيجيا فيما يتعلق بالشأن السوري. هما قاما بتشكيل تحالف عسكري ضمن التحالف الإسلامي الذي تقوده السعودية، والذي تم فيه توزيع المهام على الدول المشاركة في هذا التحالف الإسلامي. طبعا عندما أتحدث عن اللخبطة الجيوستراتيجية والجيوسياسية أقصد أن ثمة تحالفا دوليا يقصد به أو كان يقصد به عندما أقيم قبل سنتين لمحاربة آيسس أو داعش، الدولة الإسلامية أو ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق وفي سوريا. وهناك أيضا لا أدري، يعني هناك لخبطة، لا أدري ماذا حصل التحالف الدولي، لا أسمع أي شيء عن أن التحالف الدولي يقوم الآن بقصف ما يسمى، يعني ربما دكتور علي هذه اللخبطة يعزوها البعض إلى حقيقة أو طبيعة الموقف الأمريكي الغامض تجاه سوريا وتجاه المنطقة. ففي الوقت الذي يبدو وكأن الولايات المتحدة قد باعت كل حلفائها، استغنت عنهم مقابل تحالفها مع إيران، تبدو بشكل وتضغط على حلفائها الأصليين من أجل عدم التدخل في سوريا، تبدو في وقت آخر بأنها تقود هذا التحالف من خلال تركيا والسعودية. ربما هذا أساس المشكلة. كبير في سوريا وأعطت أو منحت الضوء الأخضر لروسيا لكي تقوم بالدور العسكري، وإلا كيف نفسر أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد وافقتا على وقف إطلاق النار بدءا من يوم غد الجمعة إن شاء الله؟ هذا دليل على أن أمريكا لم تسحب نفسها من مشكلة أو من قضية الشرق الأوسط وبالتحديد من الشأن السوري، وإنما هو توزيع أدوار يتعلق بأن تقوم روسيا بدورها في سوريا لأسباب عديدة، منها ما تراه الولايات المتحدة الأمريكية من مواجهة محتملة في بحر الصين الجنوبي، وأمريكا تحاول أن تضعف روسيا من خلال وجودها في سوريا كما أضعفتها من خلال وجودها في الاتحاد في أفغانستان أيام الاتحاد السوفيتي السابق. نعم طيب. فأمريكا تقود دورا سياسيا واضحا وإن لم يكن لها جنود على الأرض. نعم. أما كون أننا نقول أن القرار السعودي والتركي هو قرار أمريكي 100%، لا، نحن نعول كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن المملكة العربية السعودية وتركيا ليس لهما رأي فيما يحدث في الجوار. طيب. وهو الجوار السوري وهو جوار تركيا وهو جوار أيديولوجي إسلامي. طيب. بالنسبة للمملكة
هذه نقطة، هذه نقطة هامة دكتور علي الهيل. إذا يعني تبدو الدول الخليج وتركيا حلفاء الولايات المتحدة وكأنهم يخدمون المصالح الأمريكية دون النظر إلى مصالحهم القومية والاستراتيجية، وإلا كيف يمكن فهم عدم التدخل في سوريا والوضع يتفاقم مما يؤدي إلى يعني أن يمس بالأمن القومي لهذه الدول فيما يرضخون للضغوط الأمريكية؟ لا، أنا لا أرى الصورة من هذا الجانب. يجب أن ندرك جيدا أن منذ الأربعينات المملكة العربية السعودية منذ مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود صفت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لكي تنأى بالشيوعية وبالاشتراكية التي تتناقض مع التعاليم الإسلامية، وارتأت أن تتحالف مع الجانب الكاثوليكي الذي كانت تمثله الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل من ناحية دينية وأيديولوجية. ولكن في الوقت الحاضر عندما لاحظت المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد منحت الضوء الأخضر لروسيا للتدخل في الشأن السوري والإضرار بالمعارضة المعتدلة وليس بداعش، الإحصاءات تقول إن روسيا قصفت حتى الآن فقط 12% من الأهداف التي قصفتها هي أهداف خاصة ب داعش. ولذلك في رأيي أن المملكة العربية السعودية في ضوء تملص الولايات المتحدة الأمريكية من دورها في العالم العربي وفي الشرق الأوسط واصطفافها مع إيران وادعائها بأن سبب انسحابها هو انشغالها بآسيا وبجنوب شرقية آسيا، بكوريا الشمالية وببحر الصين الجنوبي، على العكس جعل المملكة العربية السعودية أن تتخذ قرارات لأول مرة ربما في تاريخها بمنأى عن السياسة الأمريكية. ولا أعتقد أن هناك خدمات بقدر ما هناك تنسيق طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية. تركيا طبعا، وهذا لم يجب عليه ضيفك من تركيا، تركيا هي دولة عضو في الناتو، في حلف شمال الأطلنطي، ونظريا هي تقول إن التحالف الآن الذي وصل من خلال الطائرات الجيت فايترز F-15 أو F-16 السعودية إلى قاعدة إنجرلك على الحدود السورية، نعم، يعني هدفها هو محاربة داعش. لسبب، لأن روسيا وإيران والعالم كله يقول إن داعش محسوبة على التيار الوهابي السعودي، أو حتى يقولون المذهب الوهابي، وليس هناك مذهب أصلا وهابي سعودي، وإنما هناك حركة وهابية ظهرت في القرن الماضي وكان هدفها ليس تجديد ولكن إزالة الشوائب من العقيدة الإسلامية. دكتور علي الهيل، ابقى معي لو سمحت، سننتقل إلى الملف